أفضل أيام اللي احنا فيها دي، ربنا سبحانه وتعالى ذكر أيامه دي، ومش بس كده ده أقسم بيها. ربنا سبحانه وتعالى قال والفجر وليالي العشر، ده قسم يا ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن دي أفضل أيام الدنيا، العشر الأوائل من ذي الحج. تعالوا نرحب ونورنا ومشرفنا مولانا الشيخ ابراهيم الدسوقي. اهلا وسهلا بيك. اهلا بحضرتك، كل عام وانتم بخير، كل عام والامه بخير وبسلامه، ومصر كلها ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا وتاتي هذه الايام في العام القادم، ويكون قد رفع الله عنا الكربه وعادت الحياه كلها الى طبيعتها باذن الله تعالى. باذن الله. مولانا فعلا الايام اللي احنا فيها دي افضل ايام الدنيا؟ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حتى يرضى، والحمد لله قبل الرضا، والحمد لله بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله يقسم بما شاء من خلقه حيث يريد وفي أي وقت يشاء. فقال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم علم الناس كيف يجودون، بل علم الأغنياء كيف ينفقون وهو الفقير. فكان صلى الله عليه وسلم يجلس ذات يوم فجاءه رجل وقال أعطني يا رسول الله فأعطاه، ثم جاء آخر أعطني يا رسول الله فأعطاه، ثم جاء ثالث فقال أعطني يا رسول الله فأعطاه حتى نفذ الذي معه، ثم جاء رابع. وهذه هي المشكلة، فهل يقول المنفق الكريم العطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما معي شيء؟ فقال تعال ماذا تريد؟ قال أعطني يا رسول الله. قال والله ما معي شيء، ولكن ابتع علي. يا الله حبيبي يا سيدي، ابتع علي، روح اي محل، روح اي سوبر ماركت، روح اي دكان، وخد كل اللي انت عاوزه وقول له التمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فزعل صحابي وقال له يا رسول الله لم يكلفك الله ما لا تطيق. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم. فقام اخر وقال يا رسول الله انفق ولا تخش من ذي العرش اقلالا. ففرح النبي حتى بدت نواجذه، ثم قال بذلك أمرت، بذلك أمرت. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحابه. لما فتح النبي باب الصدقة تبرع كل منهم بكل ما يستطيع، منهم من تبرع بثلث ماله وربع ماله ونصف ماله، إلى أن تأخر الصديق وبعد برهة قليلة جاء الصديق بماله كله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا أبا بكر؟ قال مالي كله. فقال وماذا أبقيت لأهلك؟ قال أبقيت لهم الله ورسوله. طيب تعال الأول نتكلم في سحر الأيام اللي احنا فيها دي، تعال نربطها بحياتنا، نربطها بكربنا، نربطها بأوجاعنا، نربطها بألمنا. فعلا ليها تأثير؟ يعني احنا بنصوم العشر الأوائل من الشهر الكريم ده، وبنتقرب لله سبحانه وتعالى، ونعلم علم اليقين ان ربنا هيغفر لنا، عندنا ثقة ويقين في الله. ويجي العيد نذبح مع أول قطرة دم بتنزل من الذبيحة بتغفر ذنوب اللي قرر انه يضحي. كلمني عن سحر الأيام دي، ليه يا غالي مريض أتصدق ربنا يرفع عنه؟ اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. حضرتك مسكت المفتاح بشياكة وجمال. بعد ما عندكم الأيام العشرة، بقول الأيام العشرة رغم أن هم تسعة، بس بنقول الأيام العشرة. قال فيهم إيه حضرة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأنه تيقن أن الله أقسم بها، قال والفجر وليال عشر. بل إن الفقهاء اختلفوا، هل أيام العشر ذي الحجة أفضل أم الأيام العشر الأخيرة من رمضان هم الأفضل؟ شوف العلم ممكن يكونوا دول زي دول، والعلماء اتكلموا إزاي. ولكن الإمام
ابن القيم كانت له إجابة غاية في الروعة. قال: أيام العشر من ذي الحجة أفضل، لأن فيها يوم عرفة، وهو الأيام خير. دي أفضل من العشر الأواخر في شهر الكريم؟ الأيام سوابها؟ الأيام أفضل لأن فيها يوم عرفة، وهو خير يوم طلعت فيه الشمس. استنينا الله يرضى عليك، نطلع نشوف تقريرنا الأول ونرجع ليكم مرة تانية، ابقوا معنا. إذا كانت الصدقات تطفئ غضب الرب، والصدقات تطفئ نار جهنم. عايزين بيرهم مية نشرب منه، رجلي وجعان وبطلانة، وبروح أشيل الصفيحة على راسي عمال ما أجيب شوية مية العيال يشرب. عايزين بيرهم مية هنا نشرب منه، يا أهل الخير يا أهل السواق. المية حلوة ثواب عند ربنا. بشيل المية وبنزل في السكة مرتين وأنا ماشية كده على راسي الصفية. محتاجين المية خالص، وأنا داري واجعني ورجلي انشحت اللي مننا مية من آخر الدنيا. والمنطقة دي ما فيهاش مية خالص. محتاجين المي، أهم حاجة المي اللي يصلح حالكم يا رب، وينول لكم طريقكم، تفكم شر الضعف شر المرض يا رب، يا رب يبارك له. جيب له مي من آخر الدنيا، وإحنا عايزين المي هنا في المنطقة، يجعلكم أهل الخير على طول يا رب، يبارك لكم، يبارك فيكم، ويريحكم زي ما هتريحون، يبارك فيكم ويرويكم من ويرويكم يا رب بالخير يا رب، يخليكم يا رب. عايزين المي. احنا عايزين الماء والله. انا وعندي اولادي عندهم املاح وصديد من ميه الطرمبه، وعامله له كشف لهم الثلاثه وعلاج غالي وعشان المي، وبخاف اسيبهم واروح اخر الدنيا عشان املا مي. والصدقات يقف المتصدق في ظلها يوم القيامه حتى يقضى بين الخلائق. واحنا عايزين من سيدتكم بير هنا لو سمحتوا، يعني عايزين بير هنا ماشي، ولو اذا سمحتوا يعني، عشان الناس هنا عيانه وكتر المرض هنا في جره الميه بتاع الطرمبات اللي احنا بنشربها. يا اهل الخير احنا عايزين برينات، الناس تعبت من الميه دي وجالها صديد واملاع، يا ريت بس تدقوا لنا برينات. والميه متعبانه، اللي عنده مريض كلى مريض بالسكر الميه بتتعبه. والصدقات ولو كانت بشق تمره يربيها الله لأحدكم حتى تكون مثل جبل أحد. ما أعظم عطاء الله عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الصدقة، قال: الماء. ليه دايما بنعتمد على المؤسسات الخيرية وبنثق كلنا فيها؟ ليه بنشوفهم على التلفزيونات؟ علشان خاطر هم عندهم حاجة اسمها بحث اجتماعي. بحث اجتماعي ده بيبقوا عارفين وبيوظف، بيبقى معهم ناس وبيهم ومطوعين علشان يوصلوا ان الحالة دي محتاجة بجد. مفضلش انا كشخص بيعمل خير ادي لشخص ممكن يكون خلاص الف غير بيديله، او ادي لشخص ممكن يكون خلاص ابنه بدأ يشتغل ويساعده، او ابنه التاني ربنا هيكرمه ويعمل له السقف، او الى اخره. فهم عندهم فكرة البحث الاجتماعي بيبقى فيها متطوعين كتير جدا، وليها اساليبهم وطرقهم. طبعا انا مبسوطة جدا بالخبر اللي انت قلته لي، مؤسسة فعل خير بتتبرع بجمعية ادم. ان شاء الله يا ادم بعملية ادم بتقول لنا خلاص انا معاكو وهننفذ عملية ادم باذن الله. باذن الله في خلال ساعات من دلوقتي هنرتب ترتيباتنا وهنبقى موجودين في غرفه العمليات. دايما انتوا كده معايا. احنا يعني الحاجه اول حاجه احنا هنشتغلها بدون بحث اجتماعي ادم. احنا بحثنا. مجرد ان ربنا يوفق ام ادم ان هي توصل لبرنامج تفاصيل، احنا بنعلنها لكل الساده المشاهدين. اي حد هيجي عن طريق برنامج تفاصيل، اشكرك، والاطفال بالذات. طيب نرجع متحملين بقى كل نتائج وكل العمليات بكل التكاليف. ده عشان فيكو تؤدي المسؤوليه وربنا يعينكم. ربنا يبارك فيكم. ارجع بقى، حضرتك قلت لي ان احد العلماء قال فرق بقى بين العشر الاواخر في الشهر الكريم وعشر ذي الحجه. سيدنا ابن القيم قال الايام في العشر الاوائل من ذي الحجه افضل،
لأن فيها خير يوم طلعت فيه الشمس، لأن فيها أيضا خير يوم وأكثر يوم تعتق فيه الرقاب هو يوم عرفة، وأيام العشر من ذي الحجة هي خير أيام طلعت عليها الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: ما طلعت الشمس ولا غربت على أيام مثل أيام ذي الحجة. يبقى الأيام بالنهار أيام ذي الحجة أفضل. طيب رمضان، ليلة القدر، ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، لأن فيها ليلة القدر، وليلة القدر خير من 1000 شهر، أي تساوي 83 سنة وتلت. ربنا بيدينا فرص يا مولانا. هنا بقى الفرصة اللي ربنا سبحانه وتعالى مديها لنا. في ناس تقول أنا هصوم التسعة أيام ويعزم وخلاص، هنا عزم النية. هنا بقى عندي مشكلة. أنا بقول له لابد أن تتعامل مع الله بعبادات بدنية وروحية ومالية عشان تبقى إنسان كامل. تابع للإنسان الكامل هو سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. الصدقة بقد إيه دلوقتي؟ مش لا بعشرة ولا بسبعمية. الله سبحانه وتعالى أخذ على نفسه عطاء للصدقة غير معلوم. الله حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال: صيام يوم منهم بصيام سنة صلى الله عليه وسلم، وقيام ليلة منهم كقيام ليلة القدر. الله. طب الصدقة في العشر أيام، الصدقة في العشر أيام ربنا هيديك عليها قد إيه؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. الله سبحانه وتعالى عندما يعطي عطاء جزيلا لمن يتبع هدي النبي وهدي الله سبحانه وتعالى. الله. أعطي ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. طب انت بتعمل ايه هنا؟ ده انت بتسقي المية. واعلم ايها المتصدق انك في موسم خير يوم طلعت عليهم الشمس. يلا بينا نعمل خير، لان ده اللي هينفعنا في يوم لا حول لينا فيه ولا قوة. ابقوا معنا. والله صعبان علي عيشة ولاد، وبعدين زي ما انتوا شايفين كده ما عندهاش بيت وما فيش حاجة اللي هو البيت ده، وعايزين نعمل لهم بيت وعايزين نعمل لهم حاجة. الأطفال دول أبوهم مات وسابوا. أنا بيصعب علي ساعة ما بيشوف حد يقول يا بابا أحمد، ساعة ما بيقول يا بابا أنا بفتكر أبوه، بفتكر محمد. والله العظيم محمد كان حنين فيا أوي، ومحمد كان قريب من قلبي والله العظيم. أعبد العبادة إدخال السرور على أخيك المسلم. أبو كان عيان وساعة ما يقول يا أمي أنا تعبان يا أمي، ودري للدكتور يا أمي أنا تعبان، وأنا كنت عايزة محمد يعيش أقسم بالله، وما كنتش عايزة أي حاجة تاني، وعايزين والله العظيم بس نعمل له البد ده لأولاده عشان يرتاح، عشان هو أصلا كان تعبان ما عندهمش أي شيء خالص، ولا أي حاجة، ولا أكل ولا شرب ولا أي حاجة خالص والله العظيم، وكل الناس تعرف بكده والله العظيم. محمد ابني ما فات أي حاجة، ما عايزين عداد مية، وعايزين هو الكهرباء فيها هو، بس احنا عايزين عداد مية، وعايزين تعملوا لنا السقف زي ما انتوا شايفينه هودي والله العظيم كده. ما انا ربنا اللي علمه بالحالة، وكل الناس تعرف اقسم بالله، وهم اطفال همدي زي ما انتوا شايفين. احمد ما كملش سنتين، وترتيل عندها 8 شهور والله العظيم، زي ما انتوا شايفين الحالة دي كده يا جماعة قدامكم. وربنا بحق جهنم بيجعله في ميزان حسناتكم ويجعلكم في الخير دايما. كان نفسي جوزي يعيش، حتى لو كنا نعيش في عشة بس كان يعيش على الأقل، كان يبقى سترنا أنا وعيالي، وكان يبقى لهم أب اللي هو يجري عليهم. بس هو خلاص قعدت معاه 2.5 سنين بس بعد جوازنا، ومات الله يرحمه. دي الصورة اللي بتتكلم عن نفسها، الصورة اللي بألف كلمة، دي الصورة اللي ممكن لو إحنا معرضناهوش كتير مننا ما يعرفهاش. ده حالهم، دي حيطان بيوتهم، دي ظروفهم.
مولانا بتقول لي ان ده ابنهم العاهل الوحيد اللي متوفى. الست ام محمد ابنها ده كان كبير، كان كبيرها يعني، وكان هو اللي بيقوم عليها. ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بابتلاء، ثم فجأة مات بعد ما تزوج بسنتين ونصف. ساب أرملة ما تجوزتش إلا سنتين ونصف، جابت ولدين. أنا لما روحت عشان التصوير في البيت ده، أنا يعني بصراحة احنا أجلنا التصوير يمكن أكتر من مرة، أنا والطقم كل اللي معانا. الست عمالة تبكي واحنا عمالين جنبها نبكي، والولاد بيقولوا كذا وبيقولوا كذا. فأنا بفكر الناس في الأيام اللي احنا فيها دي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم، خير الناس أنفعهم للناس. طب خير العبادة ادخال السرور على مسلم. الله. طب انت مستني ايه وانت في ايام ذي الحجة؟ انت النهاردة بتفكر انك تضحي، النهاردة بتفكر انك تجيب لولادك اطقم جديدة عشان اللطقم اللي موجودة عيدوا بيها لعيد الصغير. الناس دول لا عندهم فلوس يجيبوا طقم جديد، ولا عندهم العيد هيخش عليهم بي 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 مش عاوز اقول بهمه، لان هم عائلهم توفى. مين اللي هيقول بقى الناس دول انا هسقيهم ميه؟ طيب يلا بينا نقول لكل واحد قرر وعزم ان هو يعمل معانا خير، نقول له سعر الوصله كام والمطلوب منه ايه او ما بيتصل الـ 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 الوصله الميه، عداد الميه 3000 جنيه، بير المية في مطروح وفي بني سويف وفي أي مكان عاوز أبار 30,000 جنيه. عاوز البيت ده لازم عاوزين له 10,000 طوبة، وعاوزين له السقف، السهم في السقف بتاع الناس دولت 5,000 جنيه، والألف طوبة انتوا عارفين ان هو بألف وخمسمائة جنيه اللي هو البلوكات البيضة، لان هما ما بيتعاملوش إلا بيها. طيب حد مثلا عايز يعمل بير لأي غالي ليه متوفي، واحد فقد أمه، فقد أبوه، فقد أخوه، فقد زكاه، فقد زوجته، فقد ابنه، عايز يترحم على البير وطمعهم في الأجر والثواب في الأيام دي. ده أنا بستأذنك يلحق. طب معهوش المبلغ ده كامل؟ لو عاوز يخش بسهم خمس تلاف، عاوز يخش بسهمين 10,000، ثلاث أسهم 15,000، ويبقى مشارك إن شاء الله في الـ في الـ في الأجر، بس يلحق العشر. بتساعدوهم برضو، بقى في مساهمة. ما احنا السهم ب5,000 جنيه في الـ في الـ في البير. حاجة عظيمة جدا. تعالوا نطلع نشوف تقريرنا الجاي ونرجع لكم مرة تانية، ابقوا معنا. احنا ماشيين والله يعني صعب علينا قوي 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 قوي، وهي عمالة تعيط وعمالة تقول انا ماليش حد غير ربنا سبحانه وتعالى، ابني رماني وجوزي طلقني من 20 سنة، وامي عندها جلطة، وقاعدة لوحدي ارملة، ومحدش بيمدلي ايد حنية. يا رب نجيكم ويحضر لكم اللي بالخرزة ما تحضروا له اللي بالخير، ويبعد عنكم شر المرض يا رب، وما تحتاجوش ابدا زي ما انا محتاجة كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسمك ايه يا حاج؟ هند حامد عبد الباقي. مالك بتعيطي ليه؟ البيت اهو زي ما انت شايف قاعدة في السمس، ولا عندهم مية ولا عندي حاجة، وساعة راحة ابني من عند حد بقى متقلبين علي، هو قطر جركن اهو والله ما غير في غيره. وعايزه شاتم مي اي حاجه من عندكم انتم تساعدوني لوجه الله، وربنا يستر عليكم يا رب. ابنك فين؟ ابني وخدته مراته مش على مصر. خدته مراته وخدته على مصر؟ ايوه مش على مصر، خدته ومشيت. حتى على العيد ما بيجنيش، والله ما بيجني على العيد خالص، ولا بيفتكر فيه بعد عدد ده كله عليه. طيب لو سقتها وهي عطشانة؟ ومن سقى مسلما على ظمأ رواه الله من الرحيق المختوم يوم القيامة.
ولو بصيت لها بقلبك قلبك هيوجعك قوي، لانها فيها كل حاجه لازم تساعدها. لو اعتبرتها والدتك ولا اعتبرتها اختك ولا اعتبرتها كل شيء موجود في الست هنا. ابنك فين يا حاجة؟ خدته مراته وطلعت بيه على مصر، ما بيسألش ولا يوديني ولا بيجيني، لكن ربنا إن شاء الله فرجه قريب بإذن الله. هنلاقي اللي يسمع الكلمة دي ويتأثر ويعمل الست دي وصلة المية إن شاء الله الواحد الأحد. يمكن أي حد قاعد نصيبه إن هو يعمل للست دي وصلة المية، يمكن بيشوفنا بس عشان نصيبها تتعمل، هو ياخد الجزاء وهي يتعمل لها وصلة المية. صح يا مولانا؟ شاء أقدر. العشرة أيام دول هو بخت زي ما حضرتك بتقولي، نصيب نصيب. الناس دول مين اللي قال؟ مين اللي اتصل دلوقتي مش بعد خمس دقايق؟ مين اللي قالوا؟ مين اللي ياخد الأجر الكبير ده؟ مية، انت بتسقي مية ده. انت تسقيها هنا، حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يسقيك من حوضه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. انت تسقيها المية هنا والله سبحانه وتعالى يسقيك من الرحيق المختوم يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. انت تسقي المية هنا وتتصدق هنا، وكل الناس تدنو الشمس من الرؤوس مقدار ميل. الميل هو مرود المكحلة، يكاد الرجل يمد يده فيمسك بكرس الشمس. النهاردة الشمس الحرارة لما بتزيد على 40 بنموت. طب احنا بيننا وبين الشمس كام مليون سنة ضوئية؟ طب لما تبقى على راسك بقى وتمد ايدك تمسكها هيبقى الحر شكله ايه؟ واحنا كلنا دايخين من الحر بتاع يوم القيامه، من النار يا رب. بنبص كده نلاقي ربنا حاطط عرشه وحاطط ناس في ظل العرش، بنبص فيهم نلاقي ورجل تصدق فاخفى فلا تعلم شماله ما تنفق يمينه. في واحد يا مولانا بيبقى ربنا نعم عليه بس بخيل، اللهم لا تجعلنا منهم ولا تجمعنا معهم في مكان. يعني ايه كده؟ كسول بخيل، دايما ندي اعذار، يقولك اصل انا تجارتي، اصل ولادي، اصل فلان عايز مصاريف مدرسة ولاده، اصل الدنيا في قلبه كتير. الدنيا في قلبه ده ما فيهوش فايدة. الدنيا في قلبه، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل الدنيا في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا. بس انا بقول له اسمح كلمة النبي عليه الصلاة والسلام، انا بنور لك النور الاحمر وبحذرك من البخل، لان البخيل بعيد عن الله، بعيد عن الجنة، بعيد عن الناس، قريب من النار. طيب لو هنتكلم، العيد داخل علينا، عاملين سكوك؟ سكوك الاضحية عندنا ب 3700 بلدي صافي، منهم يصل 10 كيلو للمتصدق حتى بيته. وعاملين للناس الغلابة اللي هم الطيبين اللي عاوزين يشاركوا ب 200 جنيه. وعاملين خروف بلدي صافي لحم 40 كيلو ب 3700. طب واحد يجي يقول لي انا بقى عاوز اعمل اضحيه كامله لنفسي وعشان عيالي، عاملين له عجل بلدي جاموس يصل وزنه اكثر من 350 كيلو ب 25000 جنيه. الصدقه دي حاجه كبيره قوي، حاجه بنتسند عليها في دنيتنا، حاجة بنتقرب بيها من ربنا سبحانه وتعالى. في إمكانياتنا كلنا نعمل حاجة، ما دام في مؤسسات مجتمع مدني إتها بإيد الدولة المصرية وعايزة تساعد ناس وتوصل بيهم لبر الأمان. فكرة اللي جاية إيه يا نهال؟ فكرة جاية مع الدكتور أحمد الشامي، أستاذ واستشاري أمراض جراحة الأطفال. تعالوا نطلع في حديث في غاية الأهمية، ابقوا معنا.